شكرا نائب المحترم. كما تفضلت سيد النائب، بالفعل كاين مجهود تقوم به الحكومه، وزاره التجهيز والنقل اللوجستيك، وزاره الداخليه، وزاره الاقتصاد، ثم الخطوط الملكيه المغربيه والجهات اللي تتوقع معنا هذه الاتفاقيات. بالفعل اليوم تنشتغلوا على اساس ان هذه الاتفاقيات تكون متناول. نعطيك غير الاسعار اليوم، ما دام الموضوع تركز على الاسعار، عندنا بين 300 درهم طياره، بين 300 درهم من الخط مثلا ديال تطوان للحسيمه الى اقصى 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 ما عندنا هو 1000 درهم، هو دار بيضاء الداخله، بمعنى 1800 كيلومتر. هادشي ديال زاكوره وديال وجدالي وانهما المتوسط ديستونس مويان ديال 650 كيلومتر الى 700، السعر هو بين 600 و700 درهم. هاد الصباح قبل ما نجي عندك شديت ستيلو ودرت السياره تدير 8 ديال الخيل وتخلص لوتوروت، لقيت الثمن ديال السياره الا مشيتي بالسياره لزاكوره ولا الا مشيتي لوجده غادي تخلص الثمن ديال الطياره. اذا هذا هو المقترح اللي عندنا الان السيد النائب المحترم. رئيس سيد النائب، حنا منفتحين، تتعرفوا بانه هذه الاتفاقيات فيهم لجنه ديال القياده ولجنه ديال التتبع. لجنه التتبع هي اللي تتشوف جميع المتغيرات ومنها المتغيرات الاسعار. الا كاين شي طلب يجينا من الجهه، حنا مستعدين في اطار لجنه التتبع ندرسوه ونشوفوا الامكانيات ديالو وفق الشركاء كلهم اللي تيشتغلوا. شكرا سيد رئيس.